الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دلوقتي يا شباب هنتكلم عن تصميم الأواعي ذات الشدادات اللي هي الاستراب بيم. أنا دلوقتي الأواعي ذات الشدادات دي بتستخدم لحل مشكلة عمود الجار. يعني أنا عندي عمودنا أهو عند الجار، عايز أعمل له القاعدة بتاعته. القاعدة بتاعته مش هعرف أروح أعمل قاعدة زي القاعدة الداخلية دي. يعني القاعدة الداخلية دي اطلع من فوق ومن تحت وعلى يمين وعلى الشمال واجي اعمل قاعده بالشكل ده كده اهو، واخد بالك؟ يعني يمين زي شمال وفوق زي تحت، هعمل رفرفه من جميع الاتجاهات حوالين العمود. انما عمود الجار مش هينفع، عمود الجار هطلع فوق ويمين وتحت، لكن هاجي شمال مني الجار بتاعي هيكسرهولي، واخد بالك؟ فمن هنا ظهرت مشكله عمود الجار. ايه هي بقى المشكله بتاعت عمود الجار؟ مشكله عمود الجار ان انت عندك العمود بالشكل ده كده اهو والقاعده بالشكل ده كده اهو، فمركز القاعده اهو ده مركز القاعده ومركز العمود اهو، يبقى مركز العمود لا ينطبق على مركز القاعده وينتج ازاحه. ايه الازاحه دهيت؟ مع حمل العمود اللي هو بيه. الازاحه ديت في حمل العمود هتجيب عزم، حيث العزم المومنت بيساوي بيه في ايه، فينتج عزم يبقى عايز يلف ويوقع القعده. طيب عشان نحل المشكله ديت وعشان القعده ديت ما تقعش، بنروح نحلها باما نعمل ديت قعده مشتركه زي ما انا شرحتها في الفيديو السابق. بس القعده المشتركه لازم شرط ان الحمل ده يكون اكبر من الحمل ده، واخد بالك؟ ويفضل ان المسافه تكون بين العمودين قريبين عشان ما نعملش قعده مشتركه تكون كبيره. وكان في فيديو كنت انا عملته مدته 7 دقايق ولا حاجه، كنت رفعته على القناه عندي، بيشرح المسافه تبقى كبيره قد ايه وصغيره قد ايه وكده، واخد بالك؟ واسمعوه. دلوقتي الشداد بقى بيستخدم في اي حاجه، في اي حاجه. هنعمل شداد كاميرا بالشكل ده كده اهو، كاميرا بالشكل ده كده اهو، تمسك العمودين ببعض. الشداد ده بيبقى ليه عرض وليه سمك. العرض بتاعه في العادة ما بيقلش عن 40 سنتي، والسمك في العادة ما بيقلش عن 120 سنتي عشان تبقى كاميرا متينة، واخد بالك؟ يبقى ده في العادة المينيمم 40 سنتي في ايه؟ في 120 سنتي، واخد بالك؟ وبيبقى ليه تسليح معين برضك، تسليح قوي. فخلينا نتفق مع بعض مثلا ان لو العمود ده هو كان ابعاده بي 1 وهنا ال 1، والعمود ده هو كان ابعاده بي 2 وده ال 2، فبالتالي القاعده دي هيبقى ابعادها ال 2 وهنا ب 2، والقاعده دي هيبقى ابعادها ال 1 وهنا البعد الموازي دوت، البعد دوت هيبقى ب 1. يعني الموازي ب 1 هيبقى ب 1 والموازي ال 1 هيبقى ال 1 وهكذا. يعني انا عندي دلوقتي قاعدتين بالشكل ده كده، وعايز اصمم القاعدتين وعايز اصمم الشداد اللي هي الكاميرا. انا يهمني الكاميرا، واخد بالك؟ دلوقتي لو احنا عملنا ده كده البلان، لو انا عملت القطاع فالقطاع بتاع القعده هيبقى بالشكل ده كده وفيها عمود، فبالتالي العمود في نص القعده. انما هنا القطاع بتاع القعده ديت ادي قعده، واخد بالك؟ وادي العمود على الطرف، فبالتالي العمود مش في نص القعده. فبالتالي وجب ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نعمل كاميرا بالشكل ده كده اهو، تمسك العمودين ببعض. طبعا حمل العمود ده اهو هو بي 1، وحمل العمود ده اهو هو بي 2، والمسافه بين بي 1 وبي 2 المسافه ديت ممكن نسميها اكس او اس، مفيش مشكله، واخد بالك؟ جم الجماعه بتوع الاساسات قالوا لك عشان العزم ما يطلعش كبير، عشان العزم الناتج من الازاحه ما يطلعش كبير وتصميم الكاميرا يبقى مثالي، خلي الايد ديت من نص متر لواحد متر، واخد بالك؟ ده التصميم بتاع الشداد، بنفرد الايد من نص لواحد متر. يعني عادة في الدراسة بيفرضوها 8 من 10 متر، 75 سنتي 8 من 10 متر، ما هو قال لك من نص متر لواحد متر، ماشي؟ طيب، فأنا دلوقتي لو حبيت أحول المسألة دي للاستراكشر، القواعد هي الركائز بتاعت الكاميرا، فأجي من نص القعدة كده أهو أشد خط، ومن نص القاعده دي اشد خط واجيب له ادي دي ركيزه وادي دي ركيزه، يبقى القواعد هي الركائز.
بتاعت الكاميرا، والكاميرا بتاعتي من مركز العمود لغايه وش القعده دي، يعني ممكن ما ازودش اصلا الحته دي، ممكن ما ازودهاش مفيش مشكله، عايز تزودها زودها، عايز ما تزودهاش ما تزودهاش، مش هتفرق معايا. واخد بالك؟ ليه؟ اللي هيفرق معايا بقى ايه؟ حمل العمود. حمل العمود كان في مركز القعده، حمل العمود اللي هو بي 2 ده اهو كان في مركز القعده اهو، انما حمل العمود اللي هو بي 1، لا بي 1 مش في مركز القعده، بي 1 زي ما اتفقنا يبعد عن مركز القعده في الحته اللي انا مسحتها دلوقتي، يبعد عن مركز القعده مسافه مقدارها ايه؟ يعني المسافه من الحمل العمود لحمل العمود زي ما اتفقنا اسمها اكس، وبين حمل العمود ومركز القعده ايه؟ فبالتالي اللي هيبقى المسافه دي اكس ناقص ايه؟ واخد بالك؟ طيب انت المسافه اكس دي هي المسافه بين العمودين، وديت معطى في الطبيعه، المعماري بيديها لك وانت كانشائي بتشيك على الاعمده، فبالتالي المسافه اكس دي هتبقى معطى عندك، واحمال الاعمده مهندس اللي هو بتاع تصميم الخرسانات اديها لك، فانت برضك المفروض دارس خرسانه وازاي تحسب حمل العمود، فالبي 1 والبي 2 هيبقى معطى. طب والايه؟ الايه دي انا هفرضها مثلا ب 8 من 10 متر، من نص ل 1 متر. فبالتالي كل البيانات عندي، البي 1 والبي 2 والاكس والاي والاكس ناقص اي عندي. كل اللي انا عايز اجيبه بقى اجيب الرياكشن ده اهو، الرياكشن بتاع عمود الجار هسميه رياكشن 1 عشان عندي البي 1، والرياكشن اللي عندي البي 2 هسميه رياكشن 2. طب هجيب الرياكشنات ازاي؟ هاخد العزم عند النقطة دي، ممكن اسمي النقطة دي ايه والنقطة دي بي اللي هي ركائز، هتسمي اللي وتسمي ركائز وتاخد العزم. لو خدت العزم عند نقطة ايه؟ واخد بالك؟ فالبي 2 والار 2 ماتوا، فهيتبقى ان الار 1 في اكس ناقص الاي بيساوي البي 1 في الاكس، فهتعرف تجيب الار 1. فمن هنا عرفت حضرتك تجيب الار 1، ومن سمشن اف واي هتعرف تجيب الار 2، حيث الار 1 والار 2 ده رد فعل الاعلى. طب انا جبت الكلام ده كله ليه؟ جبت الكلام ده كله عشان اجي احسب ابعاد قاعده الجار وابعاد القاعده الداخليه. دلوقتي قاعده الجار انا كبرتها عشان الناس تركز شويه، ديت بي 1 وديت ال 1، والطول ده هو اسمه بي 1 والطول ده هو اسمه ال 1، صح ولا لا؟ صح. والمفروض ان دوت نص القاعده، وده هو حمل العمود، والمسافه بين نص القعده وحمل العمود اتفقنا ان هي ايه؟ المسافه من نص القعده وحمل العمود ايه؟ يبقى المسافه من النقطه دي للنقطه دي ايه؟ طب المسافه من النقطه دي لوش القعده اللي 1 على 2 اللي هي نص العمود اللي 1 على 2، واخد بالك؟ طيب اذا كانت دي كلها ال 1 فالمسافه من النقطه دي للنقطه دي هتبقى ايه؟ ال 1 بس قاعده ال 1 كابتن، دي ال 1 سمول، دي اللي واحد اسمه اللي واحد على 2. فبالتالي انا دلوقتي عشان اجيب اللي واحد هقول له اللي واحد اللي هي الطول بتاع القعده، اللي واحد اهي اللي هي الطول بتاع القعده بيساوي ايه بقى يا حبيبي؟ بيساوي الاي وطول العمود على 2 في 2 في 2، يبقى انت الاي الازاحه اللي عندك ونص طول العمود الكل في 2، كده تعرف تجيب طول القعده، كده حضرتك تعرف تجيب طول القعده، واخد بالك؟ طيب وهتروح تقول له مش الاجهاد اللي هو الكيو اللي هو بالنت، الكيو اللي هو النت الاجهاد ده هيبقى معطى، الاجهاد بيساوي الحمل على المساحه. طيب الحمل انه بقى اخد البي 1 ولا اخد الار 1؟ خد الكبير، لان القعده هياثر عليا الحمل ده يا الحمل ده، خد الكبير. فعاده الكبير هيكون الار 1، الار 1 هيطلع اكبر من البي 1، فهتقول ار 1 على المساحه، المساحه اللي هي ال 1 في البي 1. يا عم الحاج انا جايب ال 1، ما ال إيه عندي وال ال بتاعت العمود عندي، ال 1 عمود عندي في 2، فانا عرفت اجيب ال ال 1 قاعده، يبقى ال ال 1 عندي والار 1 عندي وكالب النت عندي، من هنا اعرف اجيب البي 1 بتاعت القاعده. يبقى انا كده جبت ابعاد قاعده الجار، جبت ابعاد قاعده الجار. طب لو عايز اجيب ابعاد القاعده الداخلية هجيبها ازاي؟ لو عايز اجيب ابعاد القعدة الداخلية اروح اقول له انا عندي حاجة بالمنظر ده كده، ديت بي 2 وديت ال 2 وده عمود اهو بي 2 ال 2 وعليه هنا حمل،
اروح اقول له قيوب اللوبل نت بيساوي حمل على مساحه، حمل على مساحه. طب والحمل هاخد الكبير من بي 2 وهذا 2 هيطلع البي 2، يبقى في القاعده الداخليه الكبير بيبقى البي 2، وفي قاعده الكار الكبير بيبقى الار 1. ماشي، انت بتاخد من البي 1 والار 1 هتلاقي الار 1، الكبير من البي 2 والار 2 هتلاقي الايه البي 2. كار لو بالنت عندي والبي 2 عندي هعرف اجيب الاريا. فمن هنا جبت الاريا اللي هي مساحه القاعده، هروح اقول له يبقى ال ال 2 بيساوي جذر الاريا اللي انا لسه جايبها زائد ال عمود ناقص بي عمود على 2. البي 2 بيساوي جذر ايه؟ تصميم معدن مستطيل ناقص ال عمود ال عمود ناقص بي عمود على 2، طبعا ال ال 2 والبي 2. فمن هنا جبنا ابعاد القاعده، جبنا ابعاد القاعده، وطبعا ابعاد القاعده بتقرب لاقرب 10 سم بالزياده ما عدا ال 1. ال 1 دي بدون تقريب، ال 1 بدون تقريب لانها مرتبطه بالاي بالازاحه فبتتاخد زي ما هي. طيب انا دلوقتي بعد ما جبت ابعاد قاعده الجار وابعاد القاعده الداخليه عايز اعمل ايه؟ عايز اصمم الشداد. ما انا جبت ابعاد القاعده، الخطوه اللي بعد كده اصمم الشداد. لما اجي اصمم الشداد خد بالك من حاجه، البعد ده اهو احنا اتفقنا ان هو كان اسمه ال 1، والبعد ده اهو اتفقنا ان هو كان اسمه ال 2، صح كده؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. والبعد العمودي على السبوره هنا كان بي 2، والبعد العمودي على السبوره في الاتجاه ده اهو كان بي 1. عشان نصمم القاعده بتاعت الشداد ده هي تخلينا نرسمها بشكل كبير، ده العمود اهو وديت القاعده وديت قاعده اخرى وده عمود اهو، واخد بالك؟ ودوت الايه؟ المفروض ان الشداد راكبهم كده، ده الشداد اهو، واخد بالك؟ الشداد. طيب عايزين نجيب الاجهاد تحت القاعده ديت والاجهاد تحت القاعده دي. في خطأ، في خطأ شائع للاسف مهندسين كتير بيعملوه، بيحطوا الاجهاد من اول هنا لغايه هنا زي القاعده المشتركه. في القاعده المشتركه كان من اول هنا لهنا قاعده، انما في الشداد دي مش قاعده، دي كمان يعني القاعده هي الجزء ده اهو، واخد بالك؟ عموديه على السبوره، وهي الجزء ده اهو عموديه على السبوره، انما دي كمره، الشداد دي كمره ما بينهم لما انا كنت رسمها في البلاد. فبالتالي اوعى تحط هنا اجهاد. طبعا هنا كان في هنا حمل اسمه بي 1، تفضل بقى تضربه في 1.5 عشان يبقى التيميت، وكان في هنا حمل بي 2، يفضل بقى تضربه في 1.5 عشان يبقى التيميت. واتفقنا ان الطول دوت اسمه ال 1 والطول دوت اسمه ال 2. طب انا عايز اجيب الاجهاد كيو 1 وعايز اجيب الاجهاد كيو 2. كيو 1 اللي تحت القاعده دي وكيو 2 اللي تحت القاعده ديت. نجيب الاجهادات ازاي؟ الاجهاد في قاعده عند حساب الاجهادات يتم ان احنا بنشتغل على الاراد. يعني في حساب الابعاد كنا بناخد الكبير من بي 1 وار 1 اللي هو ار 1 والكبير من بي 2 وار 2 اللي هو بي 2. انما عند حساب الاجهادات، عند حساب الاجهادات بناخد دايما الاراد. ليه؟ عشان الشير يقفل معانا، واخد بالك؟ فهنا هتقول بي 1 بيساوي 1.5 ار 1 على الطول الموازي اللي هو ال 1. واحنا بنسيح، فلما بتسيح تقسم على الموازي، ولما بتركز بتضرب في العمود. الكيو 2 هيطلع بيساوي 1.5 ار 2 على الموازي اللي هو ال 2. من هنا هتعرف تجيب اللي هو الكيو 1 والكيو 2. طب انا بعد كده بعد ما جبت الكيو 1 والكيو 2 بقى عندي الكيو 1 ده الكيو 2 عندي معطى مثلا برقم طن على متر، والكيو 1 ده اهو معطى برقم طن على متر. احنا عرفنا نجيبهم ازاي؟ وطبعا عندي 1.5 بي 1 وعندي 1.5 بي 2 احمال الاعمده. بعد كده يتم رسم الشير والمومنت. هنشد خط عند بدايه ونهايه القاعده، واروح اشد خط عند بدايه ونهايه القاعده وعند العمود اهوت وعند العمود اهوت. صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام. بعد كده هروح
اشد خط واكتب الشير فورس دياجرام، اروح اشد خط اكتب البندنج مومنت دياجرام، البندنج مومنت دياجرام. طيب انا عايز ارسم الشير، عايز ارسم الشير. الشير هنا المنطقه بتاعتي، المنطقه ديت في عمود، الشير بيتسم الشمال، فالعمود هينزل بيك في الشير، واخد بالك؟ وبعد كده حضرتك هتيجي مقابل في المنطقه ديت قاعده، القاعده هتطلعك، القاعده هتطلعك بالشير كده اهو. يبقى انا دلوقتي الشير بتاعي العمود نزلني بالشكل ده كده اهو، عمل لي مثلث اهو، وبعد كده راحت القاعده ايه من اول النقطه دي لغايه النقطه دي، القاعده طلعت. طب في المنطقه ديت ولا في قاعده ولا عمود؟ المنطقه ده ايه؟ المنطقه ده ايه؟ ولا في قاعده ولا في عمود؟ صح ولا لا؟ فبالتالي الشير هيمشي موازي للخط الازرق للديتم، اخد بالك؟ الشير هيمشي موازي. بعد كده هنلاحظ بقى من اول النقطه دي لغايه النقطه دي في قاعده، فالشير هيطلع شويه، الشير هيطلع شويه. وبعد كده هنلاحظ في منطقه العمود الشير ينزل، الشير ينزل، ينزل لتحت، ينزل لتحت كده، واخد بالك؟ وبعد كده بعد ما نزل تحت هتلاحظ ان في المنطقه من اول العمود ده لهنا في قاعده، فهيطلع عشان يبقى الزيرو شيء ويقفل، يقفل كده. دي رسمه الشير فورس دياجرام للشدادات. يبقى العمود نزل، القاعده طلعت، مفيش حاجه، القاعده هتطلع، عمود هينزل، القاعده هتصفر، يبقى الشير بدا من الصفر وانتهى من الصفر. احنا لما بنصمم الشير بنصممه على الحته اللي ما فيهاش قواعد، الحته دهيت، الحته ده ايه؟ ما فيهاش قواعد. فالكيو بنحسب الكيو ديزاين، الكيو ديزاين عند النقطه ديت او النقطه دي، ما هي هي، ما هو الشير ثابت في المنطقه دي، خد بالك؟ يبقى احنا بنحسب الشير مره واحده بقى، مش زي القاعده المشتركه بنقعد نحسب كتير. طب والعزم؟ ما انا عايز ارسم العزم، انا عايز ارسم العزم عندي زيرو شير اهو، هيديني عزم حلو عند العمود، عند عمود الكار، وعندي زيرو شير عند العمود الداخلي هيديني عزم سفلي، وراح اوصل ما بينهم كلهم. دايما عمود الجار بيديك عزم حلو اللي انا شرحته في بدايه المساله، واخد بالك؟ طيب يبقى انا كده والعمود الداخلي عزم سفلي، فانا عايز اجيب العزم العلوي. طبعا العزم العلوي ده اهو عند الزيرو شير مش ده اللي بصمم عليه، اللي بصمم عليه العزم عند الكيو ديزاين، عند وش قاعده الكار، عند وش قاعده الكار بنجيب العزم دوت، واخد بالك؟ هنشوفها في المثال دلوقتي. فبنجيب العزم عند وش قاعده الكار والشير عند وش قاعده الكار. طبعا هنجيب ازاي الشير عند قاعده الكار؟ الشير عند قاعده الكار بيساوي ايه بقى؟ بيساوي 1.5 R1 ناقص 1.5 V1، اللي طالع ناقص اللي نازل، سهل. ما هو اللي طالع 1.5 R1 واللي نازل 1.5 V1، واخد بالك؟ فهتشير الكيوت زي سهله وبسيطه من غير ما ترسم ولا تحسب ولا اي حاجه، هي 1.5 R1 ناقص 1.5 V1. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب بعد كده لو عايزين نجيب الام ديزاين، الام ديزاين اتفقنا ان احنا بنجيبها عند وش قاعده الجار. طيب العزم ان هو يبقى ايه؟ انا عندي حمل موزع اللي هو كيو 1 في ال 1، كيو 1 الحمل الموزع عزمه بيبقى كيو في ال تربيع على 2، ده بيقول لي تربيع على 2 زي البلكونه، كيو 1 في ال 1 تربيع على 2 ناقص العزم المركز بتاع العمود، واخد بالك؟ يفضل ان احنا نبدا بعزم العمود ناقص عزم التربه. يبقى عزم العمود اللي هو 1.5 V1 هنضربه في مسافه، نقول ناقص الكيو 1 في ال 1 تربيع على 2، ال ال 1 ديت طول القاعده، هنشوف في المثال دلوقتي. طب المسافه، المسافه من مركز العمود لمركز القاعده ايه هي؟ هي ال 1 قاعده ناقص ال 1 عمود على 2. يبقى انت كده جبت الحاجه بتاعتك، واخد بالك؟ جبت الام ديزاين والكيو ديزاين. بعد ما جبت الام ديزاين والكيو ديزاين هتروح
تجيب الحديد ازاي؟ هتروح تقول له والله تعال نجيب السمك الاول، الدي بيساوي سي 1 جاز ام في 10 اس 7 مثلا لو هو طن متر على اف سي يو في البي، البي بتاعت الشداد بنحطها عرض العمود زائد 10 سم، لو العمود عرضه 30 سم يبقى البي هيبقى 40 سم يعني 400 مللي، واخد بالك؟ فمن هنا هنعرف نجيب الدي، الدي ده هي لا تقل عن 1130 عشان الكفر 70 يبقى التي 1200 مللي زي ما اتفقنا. بعد ما جبت انا الدي واخد بالك مفيش تشيك بانش في الكاميرات، فما مش هنعمل تشيك بانش هنا بقى واخد بالك. انت طبعا الام دي هي الام ديزاين اللي انت جايبها، والاف سي يو 25 والسي 1 ب 4 فهتعرف تجيب الدي. بعد ما جبت الدي هتروح تقول له بقى دلوقتي ده انا عندي الشير اللي هو الكيو ديزاين، هروح اقول له هات الكيو شير بيساوي الكيو ديزاين في 10 اس 4 لو انت شغال بالطن، لو انت جايب دي بالطن على البي في الدي، البي طبعا اللي هي عرض الشداد 400 مللي 40 سم 400 مللي، والدي 1130 مللي او اكتر من كده واخد بالك. المهم ان انت جبت الرقم ده، هتروح تقول له طب الكيو اللوبل الكيو مسموح اللي هي كانت 65% اللي هي 16% جذر في سرعه كوما سي، لو الرقم ده اهو اقل من الكيو اللوبل يبقى احنا مش عايزين كانات، ونحط 5 في 10 في المتر مينيموم، 5 في 10 في المتر مينيموم. طيب لو الرقم ده اهو طلع اكبر بقى، لو الرقم ده حسبناه وطلع اكبر من المسموح مش هنقول له كبر السمك والكلام ده، لا هنقول له حط كانات مع الكاميرا. هتحط كانات ازاي؟ كنا خدنا القانون ده في الخرسانه لو تفتكروا، الكيو شيب بيساوي ان اي اس اف ييلد على الجاما اس على البي في الاس، صح ولا لا؟ خدناه في الخرسانه. هتروح تحط البي ديت ب 400 مللي، وعدد فروع الكانه اللي ان هتحطها باربعه، في الخرسانه كنا بنحطها اثنين انما في الاساسات اكملنا عرض الشداد كبير هنحط الان باربعه والبي 400 واخد بالك، والاي اس هنحطه 78.5 اللي هو فاي 10، في الخرسانه كنا بنبدا بفاي 8 اللي هو 50 26%، لا هنا هنحط 78.5 على طول. الاف يلد هيبقى 240 واخد بالك، وفي ناس في السوق بتحط 360 لان لكن في الدراسه هنحطه 240، والجاما اس 1.15% وهيبقى عندك المجهول الوحيد هو الاس، الاس ده هو المسافه بين الكانات. الاس دي زي ما قلنا في الخرسانه لو طلعت اقل من 100 بنكبر القطر، طلعت بين ال 100 وال 200 نقول له يبقى عدد الكانات بيساوي 1000 على اس، لو طلعت اكبر من 200 نقول له خد 5 في 10 في المتر وخلاص. ده زي ما قلنا في الخرسانه، صح ولا لا؟ بعد ما احنا عملنا الشغل بتاع الشير دوت هنروح نجيب الحديد، هنقول له الحديد بيساوي الام ديزاين في 10 اس 7 لو انت شغال طن متر على الاف يلت في الجي في الدي. من هنا هتجيب الحديد بتاعك، وبعد ما بتجيب الحديد بتاعك بتروح تحوله مثلا فاي 22 او فاي 25، هات قطر كبير لان الحديد بتاع الشداد بيطلع كبير واخد بالك. طيب يبقى احنا كده ظبطنا الحديد بتاع الشداد، بس الحديد بتاع الشداد بقى بقارنه بالمينيموم، هنشوف المثال ان شاء الله. بعد كده عايزين نصمم قاعدة الكار، نجيب الحديد اللي فيها ونجيب الحديد اللي في القاعدة الداخلية، لا نتعرض في المثال له إن شاء الله. ربنا يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.